هرجع لموسيماني، بس عايز اتكلم تحديدا عن بيرستاو يعني الاسيست اللي عمله النهارده ودوره النهارده في المباراه، ومن ساعه ما انضم للنادي الاهلي اهميته او الاستفاده منه خلال الفتره اللي فاتت. هو لعيب ايجابي جدا ومهاري جدا، والنهارده لولا التمويه اللي عملها دي لو اي واحد تاني مش مهاري هيحط في الجون على طول، هتخبط في الجون وتطلع اوت يا كورنر يا اما تخش الملعب تاني وحد يطلعها. انما التمويه اللي عملها دي ما عملهاش الا لعيب كبير، غير اتجاهه طلع الجون على الفاضي ورجع حطها لطاهر محمد طاهر. انا بقول بنسبه 90% الهدف ده يحسب لبيرسي تاو، بيستعمل فيه عقله اكتر من القوه، بيستعمل فيه دماغه اكتر من القوه ومن ان هي العافيه. فعشان كده التمويه اللي عملها دي فتحت له الملعب تاني وقدر ان هو يعمل الترن بسرعه ويحطها لطاهر، وده الكلام اللي هو اللي بيعمله ده ما يعملوش على لعيب كبير. فانا بقول لك ان النهارده سبب التعادل والفوز بالبطوله التمويه بتاعت بيرسي تاو دي. الثقة يا كابتن سمير لبيرستاو في الوقت ده، في وقت قاتل، في هجمة زي دي، زي ما قال الكابتن رضا عبد العال، ده يخلي بيرستاو خلال الفترة اللي جاية من أفضل اللاعبين، أو يديله دفع أن هو ممكن يكون يتفوق على لاعبين أفارقة جم النادي الأهلي؟ في الشك طبعا، واختياره من الأول اختيار موفق جدا أمير توفيق ومجلس إدارة النادي الأهلي، اللي هو يعني ادى ارتياحية لمستر موسيماني ان هو يختار بيرستاو وميكسيوني. ميكسيوني لسه شوية عليه، ما خدش ماتشات كتير، لسه قدامه فترة ان هو يعني يليه باسمه كلاعب في النادي الأهلي ويقدر يطلع كل المستويات الفنية وأفضل حاجة عنده، لكن بيرستاو سابقه، خد الفرصة واستغلها، فهو صفقة ناجحة. مباراة النهاردة خد ثقة والراجل بيثق فيه جدا في ظل غياب محمد شريف النجم الكبير والفرود الكبير لنادي الاهلي في بطولات افريقيا والدوري، هداف الدوري وهداف افريقيا. حط بيرستاو النهارده فرود صريح وقعد محمد شريف، يعني زي ما بيتقال ان محمد شريف مجهد ماتشات المنتخب وسفريات وكده، فمع ان انا مش مقتنع بدي. محمد شريف كان يبدا، ان محمد شريف ما خدش ماتشات كتير مع المنتخب، كان بينزل الشوط الثاني وساعات ما بيبداش وساعات بيبدا ويطلع، فعنده ارتياحيه غير عمرو السولية. ان بيرسي تاو لعيب كويس، لعيب مفيد وسريع، بس يلعب طرف. يعني الاخطاء اللي كانت بتحصل في المنتخب موسيماني النهارده بدا بيها، بيلعب ناس مش في مراكزها ويقعد محمد الشريف. محمد الشريف النهارده وناس مصابه وناس مصابه زي عمرو السولية طبعا.